وللحديث حول هذا الموضوع معنا من اسطنبول الدكتور عبد الحميد العاني، مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين. مرحبا بك معنا دكتور. يعني في الذكرى الثالثة لإطلاق مبادرة العراق الجامع، ما الذي أنجز منها وما هي مفاعيلها السياسية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولجميع المشاهدين الكرام. لازلنا نسير في هذا الطريق، في هذه المبادرة لتحقيق هذا المشروع، وهو مشروع وطني لإنقاذ العراق مما حل به. وهنالك العديد من القوى التي اقتنعت منذ البداية طبعا بهذه المبادرة وانضمت إلى هذا المشروع، وقد سرنا أو لا نزال نسير في هذا الطريق، وحققنا الكثير من اللقاءات مع العديد من القوى الوطنية. وفي فترة ماضية، مدة ماضية، قد أنجزنا مرحلة مهمة، ألا وهي الاتفاق على ميثاق وطني، وقد تم صياغة هذا الميثاق عقب اجتماعات طويلة ومتعددة في أكثر من بلد، ولا سيما في تركيا وفي الأردن وغيرها. وتم الاتفاق كما قلت على صياغة هذا الميثاق، ولكن ننتظر موافقة عدد من الدول لإعلان هذا الميثاق، فإلى الآن لم نجد المكان المناسب للإعلان. نعم دكتور، يعني هل لمستم تفاعلا من بقية القوى المناهضة للاحتلال ومشروعه السياسي خلال السنوات الثلاث الماضية حول هذه المبادرة؟ نعم، العديد من القوى تفاعلت وتفاعلت بقوة، وهنالك من كان له رأي أن يسير وحده ويحقق مشروعه منفردا بعيدا عن الجماعة، لكننا نأمل ولا سيما في هذه المدة الأخيرة أن تنضم أطراف أخرى إلى هذه المبادرة. ونحن نرى أن العديد من أبناء شعبنا العراقي بات مقتنعا قناعة تامة بفحوى هذه المبادرة وبمضمونها، وهنالك تطابق في الرؤية من حيث جوهرها، بأن أسباب المآسي التي حلت على الشعب العراقي هي العملية السياسية وليس الأشخاص، ولذا الحل يكون بإزالة هذه الأسباب، العلاج يكون بعلاج هذه الأسباب، وهي المشروع السياسي الموجود حاليا بإنشاء مشروع وطني يحقق للعراقيين ما يصبونه. نعم دكتور، هل هناك كانت خطوات عملية لترسيخ المبادرة وتثبيت هذه المبادرة؟ نعم، المبادرة هي أعلننا فيها في وقتها عن عدة خطوات عملية. من هذه الخطوات اللي هي قيام بندوات للتوعية، سواء كانت للجماهير أو للتحاور مع القوى الوطنية، فضلا عن ذلك اللقاءات الثنائية مع هذه القوى الوطنية والكفاءات ويعني بعض القيادات العراقية من مختلف القطاعات، ثم بعد ذلك الميثاق كما قلت قبل قليل الذي تم ولله الحمد. كل هذه المشاريع أو هذه الخطوات قد أنجزنا منها شكل كبير جدا، والمبادرة اليوم هي تقف على أعتاب التطبيق، ولكن نحتاج إلى أرضية لإقامة هذا المشروع. نعم، من اسطنبول كان معنا الدكتور عبد الحميد العاني، مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين. شكرا جزيلا لك.